ضمن مشروع ترويج المملكة كوجهة سياحية لصناعة المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها وتدعمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض وخاصة من خلال المكاتب التمثيلية للهيئة، استطاعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن تستقطب مجموعة سوغال أند أماني الهندية المعروفة في صناعة تكنولوجيا المعلومات لعقد مؤتمرها السنوي في الفترة من 22 إلى 24 من ديسمبر في مملكة البحرين بحضور كبار موظفيها التنفيذيين وعوائلهم. سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حضر حفل المجموعة الرئيسي مشيدا باختيارها البحرين لعقد مؤتمرها السنوي ومتطلعا لاستضافة المزيد من هذه الفعاليات التي تساهم في وضع البحرين على خريطة وجهات الحوافز والمؤتمرات. وأضاف أن استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض لعام 2016-2018 تقوم على ترويج البحرين كوجهة لاستضافة الحوافز والمؤتمرات والأفراح والأعراس، كون هذا القطاع يشتمل على الكثير من الفرص السانحة لتسليط الضوء على المميزات التي تتمتع بها المملكة. احنا سعيدين جدا باستضافنا احد الشركات الرائدة في جمهورية الهند سوغال أند أماني، وهذه الشركات متخصصة في العقارات وفي العلوم التقنية. الشركة نفسها رأس مالها تتعدى 80 مليون دولار حسب إفادتهم، وإحنا سعيدين جدا أن من خلال المكاتب التمثيلية اللي أطلقناها العام الماضي أن إحنا نستقطب إلى مملكة البحرين الفعاليات والاجتماعات وأيضا الأفواج السياحية. اليوم أنتم شايفين من خلال مكتبنا التمثيلي في الهند استطعنا أن نستقطب هذا الاجتماع المهم جدا، وفي أكثر من 80 رجل أعمال من ضمن الشركة وموظفينها موجودين معنا اليوم في مملكة البحرين.